بنرحب بحضراتكم مرة تانية، ومعانا دلوقتي دكتورة آية حسام الدين، عضو مبادرة ابدأ. برحب بيكي دكتورة آية معانا. أهلا وسهلا بك. يعني لو رجعنا لسنة ماضية أكتوبر تحديدا لما انطلقت فكرة وحلم ابدأ، النهاردة في الملتقى بنشوف ابدأ وهي محققة مشاريع ومحققة جزء من أهدافها، فعايزين نعرف منك من بداية الحلم لحد النهاردة تقول لنا ايه شعورك وايه اللي تنفذ على الارض. في الحقيقه احنا لسه في اول خطوات، في كل مره بنعرض بنبدا بعدها طبعا فرحه كبيره جدا، ولكن في نفس الوقت مسؤوليه اكبر. على قد ما بنبقى فرحانين بنبقى خايفين ونفسنا نحقق احسن حاجه طول الوقت. الحمد لله من سنه بدانا وخدنا تكليف سياده الرئيس ان احنا نبتدي نشتغل، حددنا محاورنا، كوننا مجموعات عملنا في كل التخصصات، ابتدينا نشتغل علشان نعمل مجموعه من المشروعات تبقى نموذج للمشروعات فيما بعد. شفنا النهارده مشروعات جميلة الحمد لله، مشروعات مهمة جدا وقوية جدا. كنا طول عمرنا بنحلم ان هي تبقى في مصر، كنا بنحلم بمشروعات يمكن اصغر كمان، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل مشروعات كبيرة هتوفر في الفاتورة الاستيرادية تقريبا 16 مليار دولار، ده رقم كبير جدا احنا كنا بنطمح ليه. وطبعا ده مرحلة اولى، احنا كل ده مجرد. طب يمكن اللي ما تابعش دكتورة آية، عفوا على المقاطعة، اللي ما تابعش النهاردة العرض اللي قدمته مبادرة ابدأ، تحكي لنا عن نوع المشروعات، هذه المشروعات المهمة اللي هتقلل من فاتورة الواردات تقريبا بنسبة 16 مليار دولار. احنا بدأنا لما ابتدينا شغل في المبادرة بدأنا قسمنا العمل على ثلاث محاور رئيسية، هي مشروعات الكبرى دي مع كبار مصنعين في مصر، ابتدينا كمان في دعم المشروعات، ده كان بيستهدف المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. قابلنا تقريبا 3000 مصنع على الأرض، شفنا ايه مشاكلهم، ايه احتياجاتهم، ايه اللي ممكن يسهل لهم الإجراءات، ايه اللي ممكن يخليهم يتوسعوا في إنتاجهم. اشتغلنا كمان على البحث والتطوير والتدريب، لان ده كان من اهم تحديات الصناعة، ان احنا دايما ما بيبقاش عندنا البحث والتطوير الكافي اننا نواكب الصناعة العالمية، فده كان محور أساسي. وطبعا التدريب كان أساسي جدا إن إزاي نرتقي بالعامل المصري إنه يوصل للمستوى العالمي من الكفاءة والجودة، وطبعا إحنا عندنا موارد هائلة جدا هتقدر توصل لده بسهولة، فعملنا استراتيجية للتدريب كاملة نقدر نأهلهم إنهم يوصلوا للمستوى العالمي بإذن الله. بالتأكيد هنتكلم عن موضوع تدريب العمالة الفنية وتغيير حتى الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، ودي أحد أهدافكم، ولكن خلينا نتكلم عن نوع المشروعات المهمة اللي حضرتك اتكلمتي عنها في البداية. احنا النهارده عاملين 64 مشروع على الارض، ال 64 مشروع دول في كافه القطاعات الصناعيه، بنتعاون معانا فيها 33 مستثمر مصري و20 تقريبا مستثمر اجنبي. كان الهدف ان احنا ننقل التكنولوجيا لمصر، ان احنا نطلع المنتجات بالجوده العالميه المطلوبه، وطبعا هيوفر نقد اجنبي زي ما زمايلي عرضوا. اشتغلنا في كل القطاعات الصناعيه، ما حددناش قطاع معين، اشتغلنا على كل حاجه نقدر نوفر منها من الفاتوره الاستيراديه، اشتغلنا على كل ما هو يوفر فرص عمل للشباب، كل ما هو يوطن صناعه اشتغلنا عليه، كمان عملنا معامل للجوده عشان نختبر المنتجات ونضمن ان هي بتوصل للمعايير العالميه. طيب نوع الصناعات اللي يعني اشتغلتوا على توطينها هنا في مصر وبالتالي تقليل فاتورة الواردات؟ احنا كان عندنا تقريبا مشروعات في كل القطاعات الصناعية، زي ما عرضنا النهاردة كان في مثلا مشروعات في الأجهزة المنزلية بتعاون مع شركات العربي وفريش وكبرى الشركات الأخرى، كان في عندنا مشروع لمكونات محطات تحلية المياه، كان عندنا مشروع توسع في مصنع طرمبات الصلف، دي كانت من أهم المشروعات اللي تم عرضها. وفي طبعا في قطاعات كتير سواء هندسية سواء بتروكيماويات، كان في مشروعات في كل القطاعات اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتت، وطبعا الفترة الجاية احنا حلمنا ان احنا نتوسع في كل القطاعات اكتر ونعمل مشروعات اكتر عشان تفيد بلد بإذن الله. طيب دكتورة آية، لما بنتكلم على 64 مشروع بتعاون مع شركات مصرية وأجنبية، لو جينا للعامل الأجنبي أو جينا للشركات الأجنبية، مدى التعاون ومدى إقبالهم على المشاركة في هكذا استثمارات أو مع مبادرة إبدأ؟
في الحقيقة احنا كان عندنا اقبال غير متوقع من المستثمر الاجنبي والمصري، كان عندهم ثقة في الاجراءات اللي بتحصل من الدولة المصرية والتطور الكبير الهائل اللي حصل في السنين اللي فاتت، فكان في اقبال هائل جدا، كانوا دايما متحمسين ان هم يقعدوا معانا ونناقش المشروعات اكتر ونشوف ازاي نقدر نتوسع بشكل كبير. ما واجهناش تقريبا صعوبة في الموضوع ده تماما، لان هم كان عندهم ثقة في المصنع المصري وفي العمالة المصرية وفي الدولة المصرية طبعا كإجراءات وككل. فالحمد لله الموضوع كان يعني مش صعب، وطبعا بعد دعم سيادة الرئيس اللي شفناه النهارده مزيد من الشركات الأجنبية هتتعاون معاكم في الفترة المقبلة، يعني بعد الدعم الهائل اللي شفناه من سيادة الرئيس طبعا هيبقى في تعاون أكبر من المصنعين المصريين والأجانب بإذن الله. طيب النهارده ازاي بتشوفي دكتورة آية ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصناعة؟ يعني النهاردة البعض وصف ما وجه به الرئيس بأنه دفعة لقطاع الصناعة، أبرزها موضوع الرخصة الذهبية اللي هتطلع للمستثمرين في الثلاث شهور اللي جايين. شفتي حاجة زي دي ازاي؟ شفتها مسؤولية كبيرة، ويا رب نبقى قدها إن شاء الله ونقدر إن احنا ندعم كل المصنعين ونوصل اللي بيهدف ليه سيادة الرئيس. لا هي طبعا هتعمل دفعه قويه جدا جدا جدا، لان احنا كان عندنا مشكله في تعقيد بعض الاجراءات او عدم وضوحها في بعض الاحيان، فطبعا وجود تيسير بالشكل ده ودعم من التوجيه مباشر من سياده الرئيس للدوله بدعم المصنع ده طبعا هيعمل دفعه يعني مختلفة تماما. احنا طبعا يعني ده هي مسؤولية كبيرة قوي علينا، بس ان شاء الله هنبقى قدها وان شاء الله هنعمل حاجة هايلة جدا تحقق حلم كل الناس وتحقق حلم الشباب ونبقى قد. انا عارفة انه احنا لسه مخلصين الملتقى، ولكن رصدتي ردود فعل على هذه المسألة؟ الحمد لله طبعا في الصفحة الرسمية للمبادرة الحمد لله عليها ردود افعال عظيمة جدا، والناس متحمسة جدا للمبادرة سواء مصنعين او عمالة عايزين تدريب وعايزين يتعاونوا معانا ويشتغلوا معانا ان شاء الله في الفترة الجاية. طبعا دي حاجة يعني تحملنا مسؤولية اكبر، وتفرحنا طبعا جدا انه الشباب حابب انه يشارك وحابب انه يعمل وحابب انه يطور زي ما الرئيس قال لنا اعمل، فاحنا فعلا هم ابتدوا فعلا يبعتوا لنا ويتواصلوا معانا وعايزين ردود وعايزين تفاصيل عن التدريب، عايزين تفاصيل عن المشاريع. فهم طول الوقت الحمد لله من ساعه الاطلاق وهم بيتواصلوا معانا بشكل هايل جدا، ودي حاجه طبعا بتسعدنا جدا جدا. طيب حضرتك في البدايه اتكلمتي على 3000 مصنع تقريبا نزلتوا على الارض وشفتوا سواء المصانع المتعثره أو المصانع الغير مقننة أو المصانع المخالفة. هل نقدر نقول إن أنتوا إيه اللي رصدتوه على الأرض؟ إيه كانت التحديات اللي بتقابلهم؟ إيه المشاكل؟ إزاي عالجتوا هذه المشاكل حتى تعود هذه المصانع إلى الإنتاج؟ في الحقيقة احنا طبعا بتعاون مع فريق الرصد الميداني لحياة كريمة قدرنا ان احنا نوصل للناس دي ونقعد معاها، وكان في ترحيب كبير جدا منهم وتعاون عظيم في الحقيقة، وكانوا مؤمنين ان احنا ان شاء الله هنقدر نساعدهم وهنقدر ننهض بالصناعة. لقينا مشاكل مختلفة، في اللي عنده مشكلة في العمالة، عدم توافر عمالة ملائمة مدربة، في اللي عنده مشاكل في بعض التراخيص او التصاريح، في اللي كان عنده مشاكل في أراضي أو عدم قانونية مكان، يعني المكان بتاعه غير ملائم للصناعة نفسها، فطبعا بنبقى في احتياج لنقله لمجمع صناعي. ابتدينا نقسم ايه المشاكل بتاعتهم ونتواصل مع الجهات المعنية في الدولة، وطبعا كان في تعاون كبير جدا برئاسة مجلس الوزراء وإشرافه مع الجهات المعنية من وزارة التجارة والصناعة، هيئة تنمية الصناعات، كل الجهات الحقيقة المعنية كانت بتتعاون معنا بشكل عظيم جدا لدعم المصنعين وان احنا نحل لهم مشاكلهم في اسرع وقت باذن الله. يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي من فترة اتكلم عن فكرة ضرورة التعامل الإيجابي مع هذا النوع من النشاط الغير رسمي، فنفهم من كلامك انه ده الشغل اللي انتوا بتشتغلوا عليه، موضوع الاقتصاد الغير الرسمي او المصانع الغير رسميه، وازاي قدرتوا تسهلوا عمليه التقنين ليهم وتشجعوهم؟ ده كان محور من المحاور الاساسيه زي ما قلت لحضرتك، هو في مشروعات الكبرى دي اللي مع كبار المصنعين، والجزء الثاني كان الخاص بالمصانع المتعثره والمخالفه. ده كان محور من المحاور اللي احنا شغالين عليها، وطبعا اساسيه ورئيسيه جدا واللي خدت جهد كبير جدا، والحمد لله وصلنا فيها لنتائج
كويسة جدا ورد فعلها على الأرض هايل جدا، والناس ابتدوا هم اللي يقبلوا على إنهم يتواصلوا. إيه أبرز معنا التحديات اللي أنتوا عالجتوها؟ يعني أبرز التحديات كان على قد ما كان في مشاكل يمكن كبيرة أو هتاخد وقت في حلها، كان في مشاكل بسيطة نقدر نسهلها، من المرافق، من تسويق المنتجات. فابتدينا نشوف مين اللي ممكن يحتاج المنتج اللي بيصنعه المصنع ده ونوصله بيه. ابتدينا نشوف ترخيص فوصلناه بالجهة عشان تقدر توفر له الترخيص ده، طالما ان الصناعة دي الدولة محتاجاها وبالفعل احنا بنستوردها، فهو بيحقق مكاسب للدولة وليه. فابتدينا نخليه يتواصل مع الجهات المعنية، وفعلا حصل يعني تصحيح في مسارات كتير من مصانع كتير. طيب احنا لما نتكلم على محور من محاور فكرة ابدأ، وهي فكرة التعامل مع المصانع الغير مرخصة أو المخالفة، بنتكلم كمان على نقطة ذكرتيها الآن وهي موضوع التسويق. كمان بتشتغلوا ازاي على المسألة دي وبالتالي تشجيع هذا المصنع أو هذه الشركة أو هذا المصنع؟ هي فكرة التسويق ما كانتش تسويق بالمعنى الدارج ليه، ولكن كانت انه الناس دي بتصنع فعلا حاجة احنا بنستوردها. انا لما درسنا الواردات المصرية بدينا نشوف احنا بنستورد ايه، بدينا نشوف ان الناس دي بتصنع منتجها ولكن محدش عارف ان هي بتصنع المنتج ده. عملنا حلقة وصل، ابتدينا نخلي الناس دي تقعد مع بعض نشوف الجودة. دي نقطة مهمة قوي. زي ايه منتجات كانت بنستوردها ولقينا ان احنا بنقدر نعملها هنا؟ والله هو في صناعات كتير جدا، منها كمان كان بيصدر، يعني كانت الجودة بتاعته مناسبة للسوق العالمي، ولكن كان في عدم تواصل بشكل كافي بين المصنعين أو وجود تواصل مباشر معاهم. زي ما ذكرنا كمان ان احنا حتى المتنافسين خليناهم يقعدوا مع بعض يشوفوا لو هم بيطلعوا منتج، بس المنتج ده في بعض الأجزاء منه بنستوردها ودي مش موجودة في مصر. طيب ما تيجي نقعد مع بعض ونعمل مصنع واحد يطلع المنتج المغذي للصناعة الكبيرة ونصنعه هنا في مصر ونوطنه ونشوف ايه الجودة المطلوبة ونبتدي نصنع بناء عليها. واتكلم عليها الرئيس النهاردة خصوصا احنا يعني المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة كان ذكر هذا الرقم، 56% من واردات مصر هي مستلزمات انتاج ومستلزمات الانتاج الصناعي. فحققتوا ايه في هذا المجال لحد الان؟ حتى الان الحمد لله احنا حققنا فيه رقم يعني كويس جدا الحمد لله. طبعا الفتره الجايه بعد الدعم الهائل اللي شفناه النهارده اكيد الموضوع هيتغير تماما، بس احنا كان الهدف بالنسبه لنا نقطتين كانوا محور شغلنا، ده كان طبعا بتوجيه سياده الرئيس بشكل مباشر جدا فيهم، زي ما قلت لحضرتك ان احنا نقعد المتنافسين ونشوف هما بيستوردوا ايه كصناعات مغذيه لصناعاتهم، كمان المستوردين احنا قعدنا مع المستورد نفسه وشفنا هو بيستورد ايه وشفنا قابليه انه يقدر يصنع المنتج ده ويتعاون بنفس الجوده اللي جايه من بنفس بره. الجوده لان هو جاب معاه الشريك الاجنبي اللي بيستورد منه. فاحنا ابتدينا نعمل هنا مصنع بتعاون مع الشريك المحلي اللي هو كان مستورد والان هو مصنع، ابتدى يتعامل مع الشريك الاجنبي بتاعه كشريك، وجينا هنا عملنا يعني مصنع. يعني نقلنا الصناعه هنا بالظبط. فعملنا هنا مصنع في مصر بتعاون بين المستورد السابق اللي هو دلوقتي مصنع وبين الشريك المصنع الاجنبي اللي عنده النو هاو واللي عنده التكنولوجيا الكافيه ان احنا نوصل للمستوى العالمي. بالنسبه للتكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا في الصناعه ده موضوع اصبح ملح. كمان ابدا ازاي بتشتغل على هذه المساله، فكره التكنولوجيا واحدث التقنيات في الصناعه؟ احنا كنا كل ما بنقبل على صناعة معينة كنا بنشوف مين اكبر الشركات في العالم اللي بتصنع المنتج ده، ايه هي المعايير اللي بيستند عليها وبيشتغل بناء عليها. ابتدينا نقعد مع اكتر من شريك اجنبي في الصناعة نفسها ونختار الافضل ونوصل للاتفاق الافضل عشان نوصل لافضل تكنولوجيا ونفضل دايما في نفس المستوى العالمي المنافس ونحافظ على ده دايما باستمرار باذن الله. طيب يعني تقريبا من اسبوع او اكتر كان انطلقت تدريب او انطلق تدريب صحيح. اول تدريب للعماله الفنيه في سوهاج. كلمينا اولا عن فكره تدريب العماله الفنيه، فكره نشر الوعي
وتغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وكمان ايه اللي بتقدموه للشباب اللي بتدربوه وفي اي مجالات؟ الحقيقة دي اكتر حاجة احنا ساعدنا بيها جدا الفترة اللي فاتت، لان هي كانت اول حاجة تواصل مباشر مع الشباب على الارض. بدأنا فعلا تدريب في سوهاج، ده كان اول مرحلة، كان بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي. نزلنا بعربيات متنقلة بتقدم خدمات التدريب في المحافظة، طبعا بتعاون كبير من محافظة سوهاج ومؤسسة حياة كريمة. ابتدينا نجمع الشباب ونقدم لهم تدريب متكامل، مش مجرد تدريب مهني او حرفي، لان مثلا على بعض الصناعات زي صيانه الاجهزه المنزليه، الالوميتال، الخراطه، بعض الحرف البسيطه. طبعا عملنا كمان عشان يبقى نقدم برنامج متكامل، عملنا جزء تثقيفي، شفنا ازاي نوعيهم بمخاطر الادمان وكشف مبكر عنه. ابتدينا كمان نعمل جزء ترفيهي، ده كان جزء اساسي من تغيير الصوره الذهنيه للتعليم التقني والفني. لازم يعرف ان هو جزء من تنميه، جزء من دوله، جزء من حلم، هو مش عامل بسيط ملوش دور في الدولة. بالعكس، انت الدولة حاليا هتستند عليك لتحقيق تنمية مستدامة للبلد كلها بتوطين صناعة انت الجزء الاساسي منها. الثقافة دي موجودة في اوروبا، بنشوف قد ايه بيبقى فيه فخر بالشخص اللي بيشتغل في العمل الفني والتقني. لما نيجي نتكلم دكتورة آية عن النهاردة، لما يكون في دعوة لاطلاق استراتيجية وطنية للصناعة، والمفروض الاستراتيجية دي تخلص خلال 3 شهور، والكل هيقدم رؤيته أو الكل هيقدم مقترحاته، أنتم كمبادرة ابدأ عندكم أو بدأتم تشتغلوا على هذه الرؤية وتشاركوا في هذه الاستراتيجية؟ احنا بقالنا سنة بالفعل شغالين عليها. كل محور من المحاور احنا وضعنا له استراتيجية مفصلة احنا هنعمل ايه في الوقت الحالي ول5 سنين قدام. يمكن احنا اشتغلنا عليها كمان. عن ابرز الافكار المطروحة او من وجهة نظركم ايه اكتر اشياء مطلوبة او ليها اولوية تكون محطوطة في هذه الاستراتيجية؟ اولوياتنا احنا حددناها مع تحديد اهداف المبادرة، هي توطين الصناعة. كل ما هو بنستورده احنا هنوطنه، كل ما هو هيوفر في الفاتورة الاستيرادية احنا هنشتغل عليه وهنوصل بيه لأفضل. رؤيتكم لآلية تحقيق ذلك؟ آلية تحقيق ذلك طبعا هو دراسات متكاملة مع جهات استثمارية قوية جدا الحمد لله، وبتعاون مع الحكومة بإشراف رئاسة مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بالصناعة. هم حقيقة يعني لم يوفروا جهد في دعمنا، طول الوقت بيمدونا بكل الدعم، كل البيانات، بكل تسهيل الإجراءات، طول الوقت هم معانا بيدعمونا بشكل هايل جدا. الاستراتيجية أخذناها من المصنع. من المصنع. الموضوع سمعت الناس. سمعنا الناس. سمعنا منهم كتير، سواء كبار المصنعين او صغار المصنعين. احنا قعدنا مع كل الناس، مع اتحاد الصناعات، مع اتحاد مستثمري الصناعات الصغيره والمتوسطه، قعدنا مع كل المصنعين في كافه القطاعات الصناعيه، سمعنا منهم ايه تحدياتهم، ايه مشاكلهم، وابتدينا نشتغل عليها. فعشان كده لما اشتغلنا على التدريب وتحسين الصوره الذهنيه، ده كان لمواجهه تحدي من تحديات الصناعه. لما اشتغلنا على الاجراءات القانونيه والتشريعيه، ده كان لتسهيل الإجراءات، وده كان من إحدى التحديات. كان كمان عدم وضوح الإجراءات أو تعقيدها في بعض الأحيان، ده كان جزء أساسي، وعشان كده الرئيس النهاردة حللنا الموضوع ده طبعا بموضوع الرخصة الذهبية. يعني ده طبعا حل تحدي الأكبر. طبعا المرافق بعد التطور الهائل اللي احنا بنشوفه في مرافق الدولة، طبعا جزء كبير منها جدا اتحل وبتعاون مع حياة كريمة. احنا النهاردة كان السكرتير العام لمنظمة التجارة الحرة الأفريقية اتكلم قد ايه بان هو معجب جدا بهذا الكم من التطور والمشروعات البنية التحتية اللي موجودة في مصر والمرافق. الحمد لله. هي طبعا كان جزء مهم جدا في الصناعة، لأنه كان تحدي كبير من تحديات الصناعة هو عدم وجود مرافق مناسبة في بعض الأحيان.
ابتدينا نوضح للناس انه طب انا هنا لو ما عنديش مرافق اقدر انتقل لمكان تاني في مرافق افضل، اقرب للطرق، اقرب للنقل عشان سلاسل الامداد. ابتدينا نشتغل على الاجراءات الاخرى زي حق الانتفاع في الاراضي، موضوع اعفاء الضريبه العقاريه، موضوع تفاصيله كتير يعني جدا. في مجموعه من الاجراءات اللي ربما تكون مشجعه للقطاع الصناعي في مصر متخذه مؤخرا. احنا الحمد لله يعني اختلاف تخصصاتنا هو اللي ساعدنا في الموضوع، انه في جزء كان مهتم بالجزء الاقتصادي ودراسة الواردات المصرية، في جزء المعني بدراسة الصناعات نفسها، جزء فني كان مهتم بده وقدر ان هو يطلع بافضل التوصيات ليها، جزء قانوني والتشريعي بيبحث القوانين والتشريعات اللي بتدعم الصناعة وايه اللي ممكن نقدر نستخدمه او نستفيد منه وايه اللي ممكن نطلب انه يتعدل او يتغير. فاختلاف المجموعات العمل وتنوعها بصراحة افادنا جدا جدا جدا، زي ما دايما بنشتغل الحمد لله، وعمل اوركسترا هائلة جدا احنا الحمد لله فخورين بيها. احنا شفنا هذه الترجمة النهاردة من خلال ما عرض في الملتقى 100 عام على اتحاد الصناعات. طيب لما نرجع لموضوع المشروعات، نوع المشروعات اللي بيشتغلوا عليها، لانه وكأنه بدأ ان في انطباع انكم مركزين اكتر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط. لا تماما، احنا برضو زي ما وضحت لحضرتك ان احنا شغالين على كل القطاعات الصناعية. فلما يبقى عندي مشروع بتعاون مع كبار المصنعين في مجال الاجهزة المنزلية فده مش صناعة متوسطة ولا صغيرة. لما يبقى عندي طرمبات صرف بصنعها النهاردة او كمبريسر تكييف فده مش صناعة صغيرة او متوسطة، طبعا دي صناعة كبيرة وصناعة مهمة وصناعة احنا محتاجينها وبنقدر نعملها. في بعض الصناعات احتاجنا فيها لشريك اجنبي وفي بعض الصناعات لا. يعني احنا عندنا القدرات، احنا نقدر، فابتدينا طبعا نشتغل عليها. في عندنا استثمارات ضخمه جدا، في عندنا مشروعات هامه جدا كبيره مع كبار المصنعين، زي ما النهارده تم العرض في المؤتمر انه لا، في صناعات مع ناس كبيره، في منتجات حتى لو هي مغذية لمنتجات كبيرة فهي مهمة وبنستوردها بأرقام كبيرة جدا، وطبعا استثماراتها كبيرة مش قليلة خالص. أنا بشكرك جدا دكتورة آية حسام الدين، شكرا جزيلا ليك على وجودك معنا النهاردة، عضو مبادرة ابدأ، وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا شكرا ليك. مرسي.